واحدة من جمهور المهرجان وهي ميرنا الخولي طالبة الماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة واللي كلمتنا عن الإسكندرية للفيلم القصير في اللقاء اللي جاي ده. بصراحة المهرجان السنة دي مختلف، هو كل سنة عن سنة بيكبر وبينجح أكتر. دي مش أول دورة حضرها، أنا حضرت يمكن دي الرابعة. في تطورات، الدورة السنة دي فيها إقبال كتير، إقبال كبير وفيها ناس كتير قوي، الزحام ما شاء الله. يعني إحنا اكتشفنا إن إحنا كشباب وكشعب سكندري بقى عندنا توعية سينمائية وبقينا مهتمين أكتر بالسينما. بجد مبسوطة إن أنا النهاردة كنت موجودة، ومبسوطة إن أنا حضرت كمان الدورة دي لأنها دورة مميزة، وكمان أستاذ محمد محمود وأستاذ سعدون وأستاذ موني عاملين حاجات كتير قوي حلوة وبيساعدوا الشباب بقدر الإمكان، ودورة موفقة. احنا حسينا ان الماستر كلاس بتاع الفنان سيد رجب، ان احنا مش قاعدين في مجرد ماستر كلاس او ندوة، احنا حسينا ان احنا قاعدين وسط اب لينا، هو فعلا كان الاب الروحي للمكان، استفدنا من خبراته ومن الحكي بتاعه، هو يعني بصراحة شخص جميل جدا وكلامه أفادنا كتير وخبراته. طبعا احنا في الأول في الآخر بنتبادل الخبرات من المهرجانات، وفعلا كنا مبسوطين جدا. والفنانة الجميلة سلوى محمد علي كانت مطلة علينا بالبهجة والسعادة بتاعتها، وحقيقي هي فراشة السينما المصرية، كانت عاملة بهجة وروح جبارين، وبجد المهرجان كان مميز قوي السنة دي.